هيستحملها. اديك شفت متر الانفاق حافظنا عليه 3 4 5 6 7 8 سنين وبعدين باظ. هو شغال كويس كل حاجه بس النظام فيه بقى فك. لو انت بتعمل ايه يعني؟ انت جبت جرافطه لواحد ما بيعرفش يربط الجرافطه، مش تعلمه الاول يربط الجرافطه قبل ما تجيبها له؟ علمه. طيب زي ما قال صلاح جاهين، بتعلمه ايه ازاي يصنع الحاجه؟ ما قال لك ما لا تعطيني سمكه علمني ازاي اصطاد السمكه، وهكذا يعني. انا هدي لك مثال تاني بسيط، انا اسف انا طولت قوي بس مثال تاني بسيط. لو انت راجل فاتح، ربنا فاتح عليك وعندك فلوس كويسه، انا ليا صديق بعتز بيه جدا عنده المشكله دي، عنده فلوس ما شاء الله، محدش من عياله عايز يكمل المشوار بتاعه، رايحين سكة تانية، فالراجل محصور متضايق. ليه؟ لان تجارته هتتدمر، لانه ما بناش ايه اجيال تكمل المشوار. طيب انت سبت لولادك فلوس مليون جنيه، في احلى من كده؟ مفيش. في طبعا الاثنين والتلاتة والاربعة، بس المليون حلوين، والعيال دول مش متعلمين. يعني ايه مش متعلمين؟ مش متعلمين القرايه والكتابه؟ لا، بس مش متعلمين القيم، الاخلاق، النبل، الشهامه، الحاجات دي كلها مش متعلمينها في مجتمع فكك زي اللي مجتمعنا كده. ايه التقدير المبدئي؟ هنعمل ايه؟ هيروح تروح فين الفلوس دي؟ تقديرك المبدئي كده، انا هطير. ام التاريخ اداك مثل الامراء المسلمين من عيلة من بني أمية، لما موتوا عمر بن عبد العزيز لأنه قفل عليهم محبس، قرارات ثورية، أهله مراته ولاده إخوات مراته إخواته قفل المحبس، راحوا موتينه. الأمراء دول كانوا أغنياء جدا، وولاد الأمير اللي هو عمر بن عبد العزيز، أنا حكيت لكم الحقيقة، 14 عيل بقوا أغنياء جدا. ليه؟ لأنهم مؤمنين؟ لا، لأنهم اتعلموا من الإيمان القيم النبيلة والإخلاص في العمل، مش بس بيصلوا. لا، أنت قاعد في الجامع بتعمل إيه؟ مش أنا، ده عمر بن الخطاب. هو قال له بتعبد، قال له مين بياكلك؟ قال له اخويا. قال له اخوك اللي بيشتغل بره ده افضل منك عند الله، لانه بيشتغل، لانه بيشتغل. ومتنقل على نقطه ثانيه بقى، الحكومه والناس. الحكومه بقى مش الناس، يقول لك انت بينقذوا الحكومه، ده بينقذوا يا عمي. هو انت عندك حد عدل في الحياه كده من ساعه ما سمعنا عنها زي عمر بن الخطاب؟ قام وقف على المنبر، يا أيها المسلمون أو المسلمين اسمعوا وأطيعوا. فقام واحد قال له لا نسمع ولا نطيع، شخص ما عرفش اسمه لأنه مش مذكور، قال له لا نسمع لك ولا نطيع. علشان هوصلك لنقطة مهمة. فقال له لما يا هذا، في إيه؟ قال له إن أنا أخذنا كل الناس المسلمين اللي موجودين في المدينة، كل واحد خده حتة قماش، وإنت خدت زينا بس انت ضخم، حتة القماش ما تكفيش توصل لغاية ايه رجليك كده من تحت. فقال اين عبد الله بن عمر؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال قص عليهم القصة، احكي لهم اللي حصل. قام عبد الله بن عمر قال لهم اصل انا لقيت الجلابية قصيرة على ابويا، فرحت مديله حتة القماش بتاعتي، فوصلها بالقماشة بتاعته ومشي الحال. قوم التاني بقى، الشخص اللي احنا لنا ما عرفوش، يمكن يكون مذكور في التاريخ، قال له الان يا عمر نسمع ونطيع. ايه بقى اصل الحكايه؟ الحريه، من غير حريه مش تعمل حاجه. صدقني لو ما كانش الحاكم يتواجه كده، ايا كان الحاكم، انا مش بكلم على حاكم معين، ايا كان، لو ما كانش يتواجه كده ويكون صدره واسع كده، قال له لما يا هذا، في ايه؟ مالك؟ مش قال له اخرس، اقعد، انت شيوعي، انت مش عارف ايه؟ لا، سمع، لانه حاكم، من مواصفات الحاكم انه يسمع الناس ويعطيها الحريه. هي دي منه؟ لا،
دي من ربنا زي ما قلت لكم قبل كده، ربنا هو اللي اعطى الناس الحريه. يبقى انت بقى لازم تعمل ايه في عيالك؟ انت بقى كمواطن عادي، انور اللي بيبوظ لي شعري كل يوم معايا معلومة معايا سنين وتعرفت عليه لما عند صديقي العزيز محمود لبيب، وهو كمان صديق عزيز انور. فكانت كانت بتصرف ايه وبتكسب ايه بتعمل ايه؟ قال لي بص انا اهم حاجه عندي ان انا بدفع مصاريف العيال مدرسه خاصه، انا بستثمر في ولادي بس. هو هدفه اساسا ايه؟ العيال تتعلم، عشان لما يتعلم حتى لو فقير هيبقى كويس. نلاقي يافطه بتكتب بتقول لك سنهزم الفقر. فقر ايه اللي هتهزمه يا عم الحاج؟ بطلوا اوانطه. الفقر لا يهزم ابدا. هات لي اي دوله في العالم باستثناء دول بسيطه جدا يعني عدد سكانها قليل، انما هات لي اي دوله في العالم ما فيهاش فقر. امريكا فيها، فيها شحاتين، فيها، فيها ناس بتنام فيها عايشه فيها. السعوديه فيها ناس فقر. الامارات يمكن اهل الامارات ما عندهمش مشكله ان هم عددهم قليل على ربنا يديهم ويساعدهم يا رب ويبسطهم، انما قليلين الدول دي. انما بقيه العالم كله في فقر. احنا هنهزم الاحتياج يا عم الحاج؟ ما يبقاش عد عندنا عايز يتعلم ما نعلموش. قوم تعلمه. بعد التعليم اتعلم الواد وبقى معاه بكالوريوس تجاره. قوم هو ابن محمد حسنين موظف في ارشيف وزاره التموين. قوم زميله عمه وكيل وزاره في وزاره الزراعه. قوم الواد ده اتعين، والواد ده فضل ايه؟ قاعد اتقهر. مفيش عداله، مفيش مجتمع. الواد ده ايه؟ اتقهر. عايز تعمله حرامي يطلع، عايز تعمله قنبله ارهابي يطلع، يطلع اي حاجه، لانه احنا قهرناه. ليه قهرناه؟ لانه لو كنا ما علمناهوش غير الثقافه العامه وخد مهنه يمتهنها كان مش حاله. انما انا قعدته جنب الواد ده في المدرج. لما قعدوا جنب الواد ده في المدرج، الواد اللي عمه وكيل وزاره، لازم يبقى فيه عداله، والا هنروح في 60 داهيه. طب بعد العداله الحريه. تعلم تعمل عداله يبقى فيه حريه، بعدين نبتدي نشوف نفسنا هنعمل ايه. من غير الحاجات ديت، ما انا بقول لك بالمثل ببساطه اهو، انت سبت عملت حاجات كويسه جدا، بعدين ابنك لا متعلم ولا يفهم ولا بتاع وما عندوش اخلاق. قوم بقى تسمع دلوقتي كتير، اصل حط ايده على فلوس ابوه وما اداش اخواته، اصله سرق اخته مش عارف ما اداش ايه، اصله سرق اخوه ما ادالوش ايه، اصله كتير قوي كان موجود زمان بس مش زي دلوقتي. ليه بقى؟ على فكره ده شكله متدين. يعني انا اعرف ناس ربنا يديهم الصحه ويساعدهم يا رب ويهديهم ويهديني اولهم، ما يعني بيصلي زبيبه وكل حاجه، وسرق اخوه ما اداش اخته حقها، قال بحجه ان هو يتولى الاسره. لا يا حبيبي ما فيش ده، في تشريع فلو انا مت ان شاء الله نموت كلنا، لا كلنا لا، احنا ان شاء الله العواجيز اللي زي، يبقى فلوسي ميراث، قسمه الشرع، ما تتدخلش مالكش دعوه فيه خالص. يوم اقول لك اصل الصعيده ما بيدوش البنت ميراثها، ازاي يعني؟ ده الصعيدي بيصلي جدا، بعضهم طبعا، مش انا مش بتكلم على الكل خالص، انا بتكلم على البعض، بيصلوا وبيعملوا كل حاجه، لكن هم فصلوا. عملوا ايه؟ زي الاعلام بتاع افصل دوت، فصلنا، فصلوا ده عن ده، صلي وصوم وزكي وكله، بس عيش حياتي زي ما انا عايز بقى لوحدي كده، لا قيم ولا اخلاق ولا حاجه. بعضنا عمل كده فبقينا مش في مجتمع. انا بقول لك انت بص كده، مين اللي بيغلط؟ مين اللي احنا سايبينه يغلط؟ مين اللي الشتيمه مش هتجيب نتيجه؟ ده بقى اسمه ايه؟ هلس، اسمه هرتله. نوع سهل قوي، نقعد نشتم في الحكومه والحكومه تشتم فينا ونقعد خلاص ضاع الوقت. هو احنا لسه عندنا وقت في سد النهضه؟ معرفش، ولا ضاع الوقت؟ ما عنديش فكره، مش ضليع في التفاصيل، لكن العمل يجري هناك على قدم وساق، والامور مستتبه في اثيوبيا وفي السودان، مستتبه تمام. يعني نعمل ايه؟ ما نعرفش، ما نعرفش. الحكومه بتشتغل، لازم بقى نساعدها احنا بقى، لازم احنا كمان نساعدها.
انما اسهل حاجه دلوقتي ان احنا نقوم الحكومه دي فيها كذا والوزير ده فيه كذا والغلا والاسعار والدنيا اخر لخبطه. لازم بقى ايه احنا بقى يبقى ايه بقى على قدنا كده بيسمعنا 10 ولا 20 واحد نقول لهم انه لازم نبدا بانفسنا احنا لوحدنا. مالكش دعوه بحد يعني, مالكش دعوه بان فلان بايظ والوزير بايظ المسؤول بايظ. يعني انا المحافظ بتاع بلد معينه بايظ او مرمي زباله في الشارع, طب ما انا برميها في وشي. انت ساكن في حاره فيها 1000, انت رميت كيس ترمى في وشك 999 كيس ولا انا غلطان؟ وهكذا. انا اسف طولت عليكم بس كنت مشتاق ان انا اتكلم معاكم, لان امبارح كانت حلقه الدكتور مصطفى حجازي ودي بتبقى حلقه خاصه للدكتور مصطفى, بحب ان انا يعني نستفيد منها. وانا جيت سعدت جدا وانا جاي في السكه كلمني الاستاذ ياكر, ودي مكالمه غاليه عندي جدا جدا جدا, انه يعني اتبسط جدا لكلام الدكتور مصطفى حجازي, كان كلام مهم. الدنيا بقى ايه, في كلمه نور وفي كلمه خراب ديار. عشان كده احنا في الهوا بنتوتر ليه؟ لان الكلمه اللي بتطلع ما بترجعش. فاللي بيكلم الناس يفكر كويس, يهدي اللعب شويه في الكلام, لما يرتجل ينتبه. على فكره بنغلط بس في خطا عن خطا, يعني انا مش عارف معلومه نجيبها, انا مش عارف نعرفها قبل ما نخش على الناس. يعني بقعد اقرا الورق ده كله على فكره, ممكن اقول 5% منه وممكن اقوله كله, بس لازم يبقى عندي حاجات في دماغي متستفه مش عارف هقولها ازاي, بس بتبقى دي النقطه جوايا, انا مش عارف هقولها ازاي وهقولها ولا لا. انما كل من تصدر للعمل العام, مش بس يعني انا ماليش دعوه بالوطن العربي غير محبه ونفسي ان احنا نبقى مع بعض كلنا في دوله واحده, نفسي. انما اللي تصدر في بلدنا, احنا نتكلم في شؤوننا الداخليه, شؤون اخرى ما لناش علاقه بيها, مش ما لناش علاقه بيها, تهمنا ومتابعينها بس ليس لنا راي فيها, دي شؤون دول وشعوب بنعتز بيهم بنحبهم وبيحبونا. من يتقدم للعمل العام له مواصفات. يعني انت مثلا عايز تعمل الالفه بتاع الفصل, فاكرينه كان بس هو اشطر واحد في الفصل؟ لا, عمر الاول ما كان الالفه. يعني كان يمكن يحصل بس ما كانش دايما الاول والتاني في الفصل هو الالفه. الالفه يبقى شاطر, يبقى عنده قدره السيطره على الولاد يقعدوا يسمعوا كلامه, عنده قدره الاقناع. والاقناع ده بيجي منين؟ من المعلومه الصحيحه, من الارتجال الدقيق, من الانتباه لما تقول. بلدنا محتاجه كده ضروري. الكلام الهرتلة دي هيودينا في 60 داهية, تضيع وقت جامد جدا. مش عايز اقول لكم مفيش وقت والوقت مش عارف ايه, لا في وقت لكل حاجة على فكرة. يعني ممكن بلد تمشي في الهرتلة دي زي ما انتوا عايزين, وبعدين تقوم بعد 10 20 30, انت هتقوم لان دي مصر, مش مصر العظيمة ولا بسيبك. لانه انا كنت بتكلم مع حد امبارح فقال لي مصر وعشان مصر, قلت له بص مصر بتبقى ايه, مصر ايه, ايه مصر دي؟ بلد, ارض, بناس, بالناس دول تبقى فوق جدا, وبالناس ده بناس تانية يبقى عندها مشاكل كتير جدا. مش احنا بلد عظيمة احتلينا كتير, حافظنا على نفسنا كتير جدا على فكرة, في دول احتلت ضاعت يعني لغتها وثقافتها راحت اتغيرت خالص. فلا, فالبلد بتبقى حلوه بناسها وحشه بناسها. ما اقدرش اقول ان البلد وحشه بالناس دلوقتي, لا, بس الوحاشه غلبت. ناسها دول مش الشعب, اوعى تفتكر ان انا بتكلم على الشعب لان الشعب الشعوب في العالم ده مش اختراع. حط قانون ونفذه على التخين والرفيع, على الكبير والصغير, على ابن فلان, واسألني بعد كده على الشعب. ما تسألنيش قبلها أبدا عن الشعب, ما تسألنيش أبدا عن عربية ماشية معمولة كلها في ميم وما فيهاش نمر وماشية في وسط المرور ما حدش بيكلمها. ما تسألش أبدا سواء الميكروباص بتعمل كده ليه بقى, ولا واحد تاني بيعمل كده ليه, ما تسألش. لأن احنا نبهنا بدل مرة 1000 مرة يا جماعة العربيات دي ما ينفعش تمشي. واحد ماشي لي حاطط لي إيه؟ قال
قبة مجلس الشعب على نمرة العربية. ليه أنا مالي ومالك أنت؟ أنت عندك إيه يعني؟ مش فاهم. مالك؟ فيك إيه؟ وتاني حاطط علامة إيه؟ والتالت عامل في ميه ومفيش نمر، والرابع مش عارف واقف في الممنوع والتخين يكلمه. ما تكلمنيش. في حاجة حصلت؟ مايكو يعني. أسخن. معلش. ما تكلمنيش عن الناس. أبداً. أرجوكوا إخواننا اللي بيوجهوا الرأي العام أو بيساعدوا في توجيهه، ما تهجموش على الناس. الناس مش طيعة زي ما أنت عايز. الناس لازم يبقى فيه تعلمهم على ولادك. أنا خليك في ولادك أنت بس. تطلب من ابنك أنه يبقى عنده أخلاق وهو مش متعلم حاجة؟ تطلب من ابنك أنه يكون عنده كذا وأنت مش مديله حاجة؟ يا تطلب الدولة كده بس على كبير كبير قوي. انا اسف طولت عليكم معلش، بس يعني عندي هموم، واوعدكم ان انا هحاول في كل حلقه ان شاء الله. اذا عشنا واذا استمرنا في البرنامج ان شاء الله نستمر، ما عندناش مشاكل ابدا. وبنشكر المحطه على كل الاتاحه اللي بتديها لنا. نفكر بعض. خلي بالك عشان ما تديش لخصمك حجه. يقول لك ما انت اللي بترمي الزباله. ايوه يا عم الحاج، ما انت سايب مش عارف ايه. نرد عليه. فاصل.